الأستاذ حازم حجازي الرئيس التنفيذي البنك البركة. أستاذ حازم، هل هذه تعليمات جديدة ولا هي نفس التعليمات وكل شوية بيطلعوا يخوفونا ولا إيه؟ اهلا، مساء الخير. مساء النور. لا، هو ما فيش تعليمات جديده. هو ده الضوابط دي كانت معموله من شهر اكتوبر اللي فات، من شهر 10. فهو المركزي ما طلعش تعليمات جديده ولا ضوابط جديده ولا حاجه نخوف بيها الناس ولا حاجه خالص. هو مجرد بس البيان واضح ان هو يجدد تعليماته، يعني هو المركزي كل شويه بيجدد التعليمات عشان الناس غير منضبطه ولا ايه؟ لا، هو بيدي تذكره للبنوك بان هم يهتموا بالاجراءات اللي اتحطت دي في شهر 10. والاجراءات مش بتضايق حد، هي بتضايق العميل اللي مش ملتزم بالتعليمات الاستخدامات العمله الاجنبيه خارج الدوله اللي بوعاه بطاقات ائتمان. فاحنا بنقول له لما تيجي مسافر ابقى قول لنا ان انت مسافر، ولما ترجع ابقى ابعت لنا ما يثبت ان انت كنت بره في خلال فتره استخدام العمله الاجنبيه. وبندي له فتره 90 يوم. هو عنده 3 شهور يبعت لنا فيه صوره الباسبور اللي عليه الاختام، بس مش اكتر من كده، مفيش حاجه يعني حاجه زياده. صحيح، ولكن انا عندي سؤال، هل عدد الملتزمين بهذا الحجم انه كل شويه يكون في ضوابط او تجديد للضوابط، هل عدد الملتزمين كبير للدرجه دي؟ قصدك الملتزمين ولا غير الملتزمين؟ غير عفوا غير الملتزمين اللي هم بيسيئوا استخدام الكروت. خالص العدد يكاد يبقى بسيط جدا، ويكون كمان مش مقصود، يعني بيكون نسي. عشان كده في تعليمات المركزي وحتى في المذكره اللي اتبعت اللي هي التذكيريه بيقول فيها ابعتوا رسائل نصيه فكروا الناس. يعني ما اوعى توقف بطاقه ولا تعمل اي حاجه في الدنيا قبل ما تبعت له رساله نصيه تقول له على فكره انت متاخر في عن 90 يوم، لو سمحت ابعت لنا صوره الباسبور. فهو ما فيش فيه تهديدات ولا حاجه، هو مجرد رساله تذكيريه للعملاء. والبنوك بالعكس، البنوك عمرها ما تبقى عايزه توقف بطاقه ولا عايزه تلغي حد ائتماني ولا عايزه تحطه على الاي سكور ولا حاجه خالص. فاحنا بنضطر ان احنا نبعت رسائل كل فتره للناس اللي كانت سافرت ونسيت انها تديما اثبات على الباسبور الخدمة الدخول التعليق عشان اسافر لازم ابلغك قبلها بقد ايه يا استاذ حازم؟ ممكن وانت مسافر في نفس اليوم او قبل لا اليوم. لا، مش حقيقي. انا اقول لك تجربتي، يمكن مش معاكوا كبنك، ده انت لازم تبلغ قبلها اتليست باربع خمس ايام، ويمكن كمان ما يتفتحلكش الحد الائتماني. البنوك يعني بالنسبة لي في بنك البركة أو في البنوك اللي أعرفها الخاصة كتير بيبلغوا قبليها بيوم أو بيومين وبتتفتح في ساعتها. هو على فكرة هو مفيش حاجة تخليني أبقى عايز أوراق عشان أفتح لا، هو احنا بنحس بس كمواطنين، معلش اقول لك، يعني ما حضرتك بتمثل بنك يعني، فموضوع مش ضدك، هو انا بتكلم على تجربتنا عموما. احنا بنحس انه يعني انه البنوك مش البنوك او المركزي او النظام واتفر النظام المصرفي مش عايزنا نستخدم هذه البطاقات بقدر المستطاع، وانا فاهمه ليه، لكن لا والله، فبالتالي لا تضيق يمكن، علي قدر المستطاع. لا لا لا، مش عايز اضيق عليكي خالص. انا عايز اضيق على الشخص اللي مش ملتزم، اللي هو بيطلع يسيء استخدام البطاقات لاعمال تجاريه. طب الحد انما اي الائتماني بقى كام دلوقتي يا استاذ حازم؟ هو مختلف من بنك لبنك، يعني مش شرط ان هو البنك متوسط لازم يعني بقى. متوسط حوالي 2000 دولار في الايه؟ في الشهر. يعني هو في منطقي ان 2000 دولار في الشهر دي تحجز ايه بالظبط؟ يعني تحجز فندق ولا تحجز مطعم معاهم ولا تحجز ايه بالظبط؟ يعني هو بقى الحجز الاوتيلات والحاجات دي ممكن يتحجز بقى على الاونلاين، ما اعرفش طبعا هل لا، ما بيتحجز ما حضرتك عارف كمان انه ما بيتعملش اونلاين، وعارف كمان ان هو يعني هو موضوع شديد التعقيد حاليا يعني. هو موضوع طبعا هو واضح طبعا ان احنا يعني حضرتك كنت لسه من شويه بتتكلمي على موضوع صندوق النقد، فيعني هو واضح ان الامور يعني الفتره الجايه هتبقى افضل كتير، واحنا سامعين اخبار كتيره كويسه. فأعتقد إنها هتبقى فترة صغيرة وهتعدي الأمور إن شاء الله. شكرا أستاذ حازم حجازي، رئيس تنفيذي البنك البركة.